محمد عبدالعظيم channel present. نذكر هنا لمحة بسيطة عن القصة التي درسناها في مدارسنا عن اكتشاف أمريكا. القصة تذكر أن الإسبان أرادوا أن يجلبوا التوابل من الهند، لأن التوابل كانت غالية جدا في أوروبا. لذلك قرر الإسبان عام 1492 إرسال بحار إيطالي اسمه كريستوفر كولومبوس ليبحر إلى الغرب لكي يصل للهند عن طريق معاكسة، قبل أن يتفاجأ بوصوله إلى اليابسة التي اعتقد بأنها جزر الهند أو جزر آسيوية، ولهذا سمى السكان هناك بالهنود لأنه اعتقد أنه وصل للهند، ولكنه وجد أن لونهم مائل للحمرة لذلك سموا بالهنود الحمر. المهم، كولومبوس لم يعرف أنه وصل إلى قارة جديدة حتى أدرك ذلك بعد سنوات بحار آخر اسمه أميريكو فاسبوتشي، ولذلك سميت القارة بأمريكا نسبة لهذا البحار. انتهت القصة. أما الحقيقة التي لا يراد لنا أن نعلمها، أن هذه القصة التي سمعناها للتو والتي درسناها في مدارسنا ما هي إلا محض هراء، فلقد كان كولومبوس يعلم علم اليقين بوجود العالم الجديد قبل إبحاره إلى هناك، بل كان يعلم أيضا بوجود المسلمين هناك، فلقد أبحر كولومبوس إلى أمريكا بتكليف شخصي من الملكة إيزابيلا، وهي بالمناسبة إحدى أقذر الشخصيات الصليبية عبر التاريخ، تحقد على الإسلام بشكل فظيع، وهي التي وقعت مع الملك محمد الصغير على إنهاء الوجود الإسلامي في غرناطة قبل أن تتجه إلى القارة الأمريكية لإنهاء الوجود الإسلامي هناك، بل واختارت إيزابيلا أن تسلم أمر الإبحار ليد كولومبوس في غرفة من غرف قصر الحمراء في غرناطة، ولقد زرت هذه الغرفة في قصر الحمراء في غرناطة ورأيت كيف أن الإسبان صنعوا من هذه الغرفة معلما سياحيا. إذن فما هي الدلائل التي تثبت اكتشاف المسلمين لأمريكا؟ سنحاول هنا أن نذكر بعضها لكثرتها، وفي هذه المرة سأذكر المصادر مباشرة، مع العلم أن جميع مصادر المعلومات لهذا البرنامج مكتوبة في الكتاب وسأذكرها في حلقة الأسئلة إن شاء الله، إلا أنني في هذه الحلقة بالتحديد سأذكر المصادر مباشرة. والآن ركزوا معي في هذه المعلومات الصادمة، فعلاقة المسلمين باكتشاف أمريكا ترجع إلى وقت مبكر جدا، وبالتحديد إلى القرن الأول الهجري. القرن الأول الهجري، الإمام عامر الشعبي الذي ولد في عام 21 للهجرة، أي في زمن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الإمام الشعبي قال شيئا عجيبا ورد في كتاب الحث على التجارة والصناعة والعمل لأبي بكر الخلال، حيث قال الإمام الشعبي: إن لله عز وجل عبادا من وراء الأندلس، كما بيننا وبين الأندلس، ما يرون أن الله تعالى عصاه مخلوق، ردرادهم الدر والياقوت، جبالهم الذهب والفضة، لا يحرثون ولا يزرعون ولا يعملون عملا، لهم شجر على أبوابهم لها ثمر هي طعامهم، وشجر لها أوراق عراض هي لباسهم. أتذكر المرة الأولى التي قرأت فيها هذا الحديث، فأي شخص معني بالتاريخ يدرك من أول وهلة أنها وصف دقيق للهنود الحمر. فالمعلوم أن الأمريكيتين غنيتين بالذهب والفضة، وهناك حضارات في تلك البلاد بنت أبنيتها من الذهب والفضة، والمعروف أن القارة الأمريكية وخاصة الأمريكية الجنوبية مشهورة بالفواكه والثمار المتنوعة والمنتشرة في تلك البلاد بشكل كبير، حتى طريقة ملابسهم البدائية من أوراق الأشجار التي وصفها الشعبي هي نفس ملابس الهنود الحمر، وتحديد الشعبي للمكان من وراء الأندلس تحديد عجيب، فلا يوجد وراء الأندلس سوى المحيط الأطلسي. ولو قسنا المسافة بين الكوفة التي كان يعيش فيها الإمام الشعبي والأندلس
لوجدنا أنها نفس المسافة بين الأندلس وأمريكا، وهي نفس المسافة التي حددها الشعبي عبادا من وراء الأندلس، كما بيننا وبين الأندلس. وحتى اختياره للأندلس له دلالة عجيبة، فقد انطلقت أولى الرحلات الاستكشافية الإسلامية من الأندلس بالتحديد. إذن فقد كان المسلمون، أو بعض المسلمين على الأقل، يعلمون بأن هناك أرضاً خلف الأندلس. السؤال هنا، كيف علم الإمام الشعبي بهذه المعلومات الخطيرة؟ والحقيقة أنني حاولت أن أبحث عن الكيفية التي علم بها الإمام الشعبي عن هذه المعلومات، ولكن دون جدوى. هل سمع الشعبي هذا الكلام من أحد الصحابة؟ والذي سمعه بالتالي من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الأمر يحتاج لمزيد من البحث من علماء الحديث، ولكن مما لا شك فيه أن دقة الكلمات العجيبة التي وصف بها الشعبي أولئك البشر المجهولين لم يأتي بها من خياله أو عن طريق الصدفة. القرن الأول للهجرة أيضا، وبالتحديد عام 63 للهجرة، ورد في كتاب تاريخ الرسل والملوك للطبري والكامل في التاريخ لابن الأثير، وكتاب البداية والنهاية لابن كثير، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ورد أن فارسا عربيا من قريش اسمه عقبة بن نافع رحمه الله، وهو بالمناسبة ابن خالة الفاتح الإسلامي العظيم والصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. هذا الفارس المسلم القرشي فتح تونس والجزائر والمغرب حتى وصل إلى المحيط الأطلسي الذي كانوا يسمونه ببحر الظلمات، فنظر إليه وعيونه تفيض بالدموع ليرفع يديه في علياء السماء ويقول بصوت خلطت نبراته هدير أمواج بحر الظلمات: اللهم لو كنت أعلم أن وراء هذا البحر أرضا لخطه إليها في سبيلك حتى أعلي عليها كلمة لا إله إلا الله. إذن فلقد كانت هناك نية لدى المسلمين لنشر الإسلام في جميع أنحاء الدنيا. القرن الثالث الهجري. ذكر المؤرخ الإسلامي الشهير أبو الحسن ابن علي المسعودي في كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر أن أحد المغامرين من قرطبة واسمه الخشخاش ابن سعيد ابن الأسود عبر بحر الظلمات مع جماعة من أصحابه إلى أن وصل إلى أرض وراء بحر الظلمات، يعني المحيط الأطلسي، ورجع هذا المغامر عام 889 ميلاديا، وقال الخشخاش لما عاد من رحلته بأنه وجد أناسا في الأرض التي وصلها. القرن السادس الهجري. هذه خريطة للعالم رسمها عام 1154 للميلاد العالم الجغرافي المسلم أبو عبد الله محمد ابن محمد الإدريسي الهاشمي القرشي والشهير بالإدريسي. الخريطة رسمت على كرة أرضية صنعها الإدريسي، أي أن المسلمين كانوا يعلمون بكروية الأرض. الخريطة ربما شاهدها الكثير منا، ولكن لاحظوا معي هذه الخريطة جيدا. الملاحظ أن الجغرافيين كانوا يرسمون الخرائط بصورة مختلفة عما نرسمه الآن، فقد كانوا يرسمون الشمال في الأسفل والجنوب في الأعلى. لو قلبنا الصورة لكي نفهمها أكثر لرأينا على سواحل المغرب وحتى امتداد شمال أوروبا أن الإدريسي رسم أرضا بعد المحيط الأطلسي، سماها الإدريسي الأرض الكبيرة. لاحظوا معي التسمية، إنه لا يتحدث عن جزر وإنما عن أرض كبيرة، أي عن قارة. الشريف الإدريسي الذي عاش في القرن الثاني عشر الميلادي ذكر أيضا في كتابه الممالك والمسالك قصة شباب مسلمين مغامرين خرجوا بواخر من مدينة إشبونة، وهي مدينة الإشبونة عاصمة البرتغال الآن، وقد كانت في يد المسلمين وقتها. الإدريسي يذكر أن هؤلاء المغامرين قطعوا بحر الظلمات ورجع بعضهم وذكروا للناس قصتهم وأنهم وصلوا إلى أرض وصفوها ووصفوا ملوكها،
العجيب في القصة أنهم ذكروا أنهم وجدوا هناك أناسا يتكلمون باللغة العربية. وإذا كان هناك أناس يتكلمون باللغة العربية فهذا دليل على وصول أناس كثيرين وصلوا إلى تلك القارة منذ زمن بعيد، أي أنه كان هناك وجود إسلامي عربي قديم في تلك الأرض. نحن نتحدث هنا عن ما يزيد عن 300 عام من وصول كولومبوس لأمريكا. واللافت للانتباه أن الوصف الذي أعطاه هؤلاء المغامرون يظهر أنهم وصلوا للجزر الكاريبية، وبالتحديد جزيرتي كوبا وإسبانيولا، القرن 8 الهجري، وهو القرن 14 الميلادي. وفيه ذكر المؤرخ الإسلامي شهاب الدين العمري قصة عجيبة هي غاية في العجب، وذلك في كتابه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. العمري ذكر بأن سلطان إمبراطورية مالي المسلمة منسا موسى رحمه الله، ومالي بالمناسبة كانت إمبراطورية مسلمة عظيمة عاصمتها تمبكتو، وكانت غنية بشكل هائل بالذهب. العمري ذكر أن منسا موسى لما ذهب للحج عام 1327 للميلاد أخبره بأن أخاه الذي سبقه في الملك أنشأ 200 سفينة وقطع المحيط الأطلسي نحو الضفة الأخرى المجهولة وأنابه عليها في حكم مالي، ولكنه لم يعد بعد ذلك، وبذلك بقي هو في الملك. طبعا إمبراطورية مالي في هذا الوقت كانت أكبر بكثير من دولة مالي الحالية، وكانت تمتد في أغلب دول أفريقيا الغربية وحتى المحيط الأطلسي الذي انطلقت منه تلك السفن. وبعد سماعي بهذه القصة العجيبة قمت بالبحث عن هذا الملك الغامض، فوجدت أن اسمه هو أبو بكر الثاني أو أبو بكر بن محمد، وهو تاسع مانسا أو سلطان حكم إمبراطورية مالي. هذا الملك كان شخصية عجيبة بالفعل، فقد تنازل عن الملك لكي ينتقل إلى أرض جديدة وينشر الإسلام هناك. الإمبراطور أبو بكر تخلى عن العرش عام 1311، حيث قام بتجهيز نحو 200 سفينة بمصاحبة نحو 2000 زورق إضافي، أي أنه سبق رحلة كولومبوس بنحو 200 عام. وقد أكد كريستوفر كولومبوس في مخطوطة كتبها بيده الوجود الأفريقي في القارة الأمريكية، وذكر أن سكان أمريكا الأصليين تعلموا كيفية إشابة وصهر الذهب ومزجه بالمعادن الأخرى، وأضاف كولومبوس أن تلك الطريقة هي طريقة إفريقية خالصة، ومن غير المعقول أن يكون سكان أمريكا تعلموها بحرفية أفريقية عن طريق الصدفة. وقد ذكرنا أن قصة مغامرة أبي بكر ذكرها أخوه الأصغر مانسا موسى حينما غادر تمبكتو إلى مكة لأداء الحج عام 1324، وعندما وصل إلى مصر التقى بالمؤرخ العمري الذي دون ما قاله موسى عن رحلة أخيه، وذكر أن أبا بكر قبل أن ينطلق أجرى العديد من التجارب على السفن وقام باختبار قوة تحملها، واستعان بخبرات عربية لصناعة سفن شبيهة بتلك التي يستخدمها العرب، ثم قام بتحميل السفن بمؤونة غذائية مجففة تكفي لعامين إضافة إلى أطنان الذهب لمقايضتها مع الناس الذي يمكن أن يلقاهم. البروفيسور الأمريكي في الدراسات الأفريقية في جامعة روتجرز الأمريكية إيفان فان سيرتيما ذكر هذه القصة عام 1976، وذلك في كتابه لقد جاءوا قبل كولومبوس They came before Columbus. ودلل البروفيسور فان سيرتيما على قصة الوجود الأفريقي في أمريكا قبل كولومبوس بالأدلة والبراهين التي رصدها في الأمريكيتين. قصة الملك العجيب أبي بكر الثاني ذكرها أيضا العالم المالي جاسو ديوارا، والذي أجرى أبحاثا في هذا الموضوع أيضا. يذكر أن هيئة الإذاعة البريطانية BBC أوردت تقريرا عن هذه الحقائق. وهناك قبائل هندية إلى يومنا هذا ما زالت تكتب بحروف اللغة المنديكية الإسلامية،
وقد أخبرني صديق عاش في أمريكا الجنوبية وعاشر الكثير من الهنود الحمر أنهم لديهم عادات وتقاليد كثيرة تشبه إلى حد كبير العادات الإسلامية. انظروا يا إخوان إلى تاريخ المسلمين الذي لا نعلم عنه شيئا. دولة مثل مالي لا نعرف عنها أي شيء، يصورها الإعلام كدولة متخلفة قامت فرنسا بنشر الحضارة فيها، وهي في الحقيقة كانت دولة عظيمة من دول الإسلام قبل أن تعرف فرنسا ما هي الحضارة. نستمر في عرض الدلائل التاريخية. عام 1493 كريستوفر كولومبوس نفسه يكتب في مذكراته التالي: إن السكان هنا يلبسون لباسا قطنيا شبيها باللباس الذي تلبسه النساء المسلمات في غرناطة. وذكر كولومبوس أيضا أنه وجد في كوبا مسجدا. طبعا كولومبوس كان واضحا في حديثه ولم يتحدث عن أي شيء مجازي. عام 1564 رسم الفرنسيون خريطة لفلوريدا في أمريكا، وكانت فلوريدا تتبع لفرنسا في ذلك الوقت. انظروا معي جيدا إلى هذه الخريطة، هناك أسماء لمدن مغربية وأندلسية مثل مراكش، مايوركا، وقادس. ولكي تكون في فلوريدا أسماء لمدن مغربية وأندلسية، فهذا يعني أن هناك مهاجرين هاجروا من تلك المدن قبل 100 أو 200 عام. نستمر في عرض الدلائل. عام 1880 للميلاد المؤرخ المكسيكي الشهير مانويل إيروسكو إيبيرا ذكر في كتابه التاريخ القديم لاحتلال المكسيك يصف أوضاع أمريكا قبل كولومبوس. ورد في كتابه: كانت أمريكا الوسطى والبرازيل بصفة خاصة مستعمرات لشعوب سود جاءوا من إفريقيا وانتشروا في أمريكا الوسطى والجنوبية والشمالية. طبعا الشعوب السود هنا يقصدون بها الشعوب المسلمة الأفريقية. بعد ذلك وفي عام 1920 البروفيسور الأمريكي ليو فينر، وهو بالمناسبة بروفيسور يهودي وكان أستاذا في جامعة هارفارد، كتب كتابا أسماه إفريقيا واكتشاف أمريكا Africa and the Discovery of America. يقول فيه: إن كريستوفر كولومبوس كان واعيا الوعي الكامل بالوجود الإسلامي في أمريكا. ودلل لبروفيسور ليو فينر على كلامه ببراهين زراعية ولغوية وثقافية، وقال بأن قبائل المنديك المسلمين بصفة خاصة انتشروا في وسط وشمال أمريكا وتزاوجوا مع قبيلتين من قبائل الهنود الحمر وهما إيروكوا والكونكير في شمال أمريكا، وانتشروا كما ذكر فينر في البحر الكاريبي جنوب أمريكا وشمالا حتى وصلوا إلى كندا. نصل الآن إلى العام 2000. لويزا إيزابيل ألفيريس دو توليدو هي دوقة مدينة سيدونيا الإسبانية. المهم هذه المرأة اكتشفت بالصدفة وهي ترمم قصرا من قصورها التي ورثتها من أجدادها وثائقا إسلامية مكتوبة باللغة العربية ترجع إلى العهد الأندلسي الإسلامي. في هذه الوثائق وصف كامل لأمريكا والمسلمين فيها قبل كريستوفر كولومبوس. خبأها أجدادها الذين كانوا حكام إسبانيا وكانوا جنرالات في الجيش الإسباني، وقد خافت هذه المرأة أن يحرق الإسبان هذه الوثائق الخطيرة بعد موتها، فقامت بوضعها في كتاب قبل أن تموت عام 2008 أفريكا فيرسوس أمريكا، وفيه تفاصيل الوجود الإسلامي في أمريكا بالتفصيل. وقد قامت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أيضا بمقابلة لويزا إيزابيل عام 2001. Thank you for watching. Follow up our channel to see everything useful for your life and your hereafter.